نحكي بمحطتنا الطبية لليوم عن التشنج القصبي. هي مشكلة صحية بتصيب القصبات الهوائية بالضيق، بتؤدي إلى مواجهة صعوبة بالتنفس، ممكن تنتج عن زكام ما تم معالجته بالشكل المناسب، وممكن يكون لأسباب أخرى. طبعا هي المشكلة بتؤدي لآثار خطيرة إذا ما تم معالجتها بشكل مناسب واكتشافها. خلينا نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا باستوديو صباحنا غير لليوم، دكتورة نوار برادعي، وهي اختصاصية بالأمراض الصدرية. صباح الخير دكتورة. صباح الخير، يسعد صباحكم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. بالبداية قبل ما نحكي عن التشنج القصبي، خلينا نعرفه للمشاهدين شو هو فعليا، لأنه أحيانا كمان التوصيف له فيه بيكون عندك تشابه بالأعراض مع أمراض أخرى. التشنج القصبي هو مثل ما تفضلت وحكيت، هو حادثة مرضية بيصير فيها تشنج بالعضلات الملسية اللي بتحيط بجدار القصبات، اللي هي بتكون جدار القصبات، وبالتالي بتؤدي لتضيق بهذا المجرى اللي بيمر عبره الهواء اللي بنسميه المسالك الهوائية، وبتخلي مرور الهواء ضيق، يعني بيعمل لنا أعراض السعال، الوجع والوزيز الصدري اللي بيشتكي منه المريض. طيب دكتورة، خلينا نحكي أبرز مسببات هالمشكلة. هل هو فقط إذا شخص كان معه مثل ما قلنا بالمقدمة زكام وما تم معالجته بالشكل الصحيح بيتطور، ولا في أسباب تانية ممكن يكون للتشنج القصبي؟ لا، التشنج هو حادثة مرضية نتيجة عدة أسباب. ممكن يكون نتيجة لبعض إنتانات تنفسية فيروسية أو جرثومية، وخاصة بأشهر البرد بيصير في عنا إنتانات شائعة، إنتانات فيروسية، وبالتالي بتعمل بعدها ما يسمى بالتشنج القصبي، ممكن تعمل لنا التهاب قصيبات شعري وبتساوي هي الحادثة المرضية. ممكن يكون نتيجة للتعرض لغبار أو مواد كيميائية أو ملوثات موجودة بالجو. ممكن يكون عند الأشخاص اللي بيعانوا من أمراض مزمنة تحسسية، أو مثلا أمراض الربو أو الداء الرئوي الانسدادي المزمن، يلي هي بالايوه سي او بي دي تماما، يلي هي الآلية الإمراضية فيها تنتج عنا التشنج القصبي والأعراض الناتجة عن هذا التشنج القصبي. فهو يعني أكيد العلاج الناقص للزكام، أو هو ممكن يكون ناتج عن الزكام وفي له أسباب أخرى، ممكن تكون أسباب حتى دوائية، يعني في أدوية بياخدوها مثلا مرضى الضغط أو بعض المسكنات بتؤدي لحدوث تشنج قصبي، بيكون المريض عنده استعداد لأنه يرتكس زيادة لهذا الدواء، أو مثلا ارتجاع المري، أو يعني المسمية القلص المعدي المريئي، كمان ممكن يعمل لنا تشنج قصبي. يعني بالمجمل هي معظم الأسباب إذا بدنا نحكي عنها اللي بتسبب التشنج القصبي. خلينا نحكي، يعني ذكرتي بعض الأعراض، هي هي الأعراض ولا في أعراض أخرى ممكن الواحد ينتبه لها؟ لأنه قلنا ممكن بعض الآثار يكون إلى من أمراض سابقة، ممكن في مؤشرات، يعني فعليا أنا أقول إنه هيدا الشخص مصاب بالتشنج القصبي. تماما. هلا مثلا بعد الزكام ممكن الشخص يسعل، لكن لما بيصير السعال شديد بيشتد بالليل، بيطلع معه صوت بيسميه المريض صفير او الوزيز الصدري، هذا بيشير لتشنج قصبي. اذا صار في عندنا الم بالصدر ممكن يكون في عندنا تشنج قصبي. طبعا ممكن الالم هو تشنج، ممكن يكون الم عضلي بجدار الصدر، لكن لازم يتوجه للطبيب لحتى يتاكد. ممكن يكون في عندنا ضيق بالتنفس، يعني بيصير بيلهث المريض على اي جهد لانه في عندنا تضيق بمجرى الهواء، فهذا ممكن يؤشر ايضا لتشنج قصبي. طب بالعموم دكتورة، يعني نحن خلال هاي الفترات من السنة مثل ما شايفين هلأ مثلا الانقلاب الصيفي والربيع اللي لسه ما عم يقبلوا يجوا، فبالتالي عم نشوف كتير موجات غبار. من يومين كان في غبرة بالجو، كل مرضى الربو حسوا باختناق غير الناس العادية اللي عندهم حساسية، عانوا كتير من هذا الموضوع. بهذا الجو قدي ممكن يكون معرض أو مؤهب أكثر أنه ينصاب بالتشنج القصبي؟ هلا مو بس بجو الغبار، حتى بفصل الربيع بحد ذاته هو مؤهب لهجمات الربو او لهجمات التشنج القصبي عند الاشخاص اللي عندهم مشاكل تحسسيه. غبار الطلع، الزهر يلي موجود هلا بالاشجار، يعني ناخذهم على جنينه بيقوم بيمرض بدل ما يشموا هواء.
تماما. حتى في شيء بالشجر بيهر منه، يعني بنشوفه هلا بالشوارع كثير، كمان هذا بيحرض هجمات التحسس وبالتالي التشنج القصبي اللي بينتج عنه. بيعانوا منه كثير المرضى، بيصير في عندنا سعال معند على العلاج، كثير بياخذوا علاجات ما بيستجيبوا عليها، بيصير في سيلان انفي، بيصير في تعطيس، بيصير في احمرار بالعينين، وألم صدري. والحقيقة كثير عم نشوفها هلأ بهذا الشهر، عم يصير في خلط بين أنه هل هو هجمة ربو، هل هو تشنج قصبي، التهاب أصابات تحسسي، أو هو زكام أو إنفلونزا، بيصير في خلط بينها. صحيح، لأنه الأعراض أساساً متشابهة جداً. بس خلينا نحكي عن المحاذير، يعني اللي دائماً بنقول أنه مثلاً مصابين بالربو، حكينا سابقاً بعض المحاذير لازم يتجنبوها. كمان التشنج القصبي، شو هي أهم المحاذير؟ يعني لأنه بتلاقي في صعوبة بالالتزام دائما المعلومات أو أي شيء بيقول لك عنه الدكتور، بتلاقي نحن عم يعني نوعا ما عم نلتزم فيه، بترجع إلى الأساس ما في التزام بشكل كامل. صحيح. هلا مثلا المخرجات بشكل عام لازم نتجنبها بما فيها الدخان والأرجيلة، لأنه هي يعني نحن في عنا حادثة تشنجية بالأصابات، بيجي أي مخرج بيزيدها. المرضى يلي بيعرفوا حالهم بيتحسسوا بهيك جو يلبسوا كمامة لما بيطلعوا من البيت، تجنب بعض الأدوية مثلا مضادات الالتهاب غير ستيرويدية، أو اللي بيعرفوا حالهم بيعانوا من أعراض حموضة أو حرقة بالمري لازم يتجنبوا أنه يتعشوا ويناموا مباشرة بعد العشاء، أو بعض الأكلات اللي بتحرض لهم وبعض المشروبات اللي بتحرض لهم. مثل شو؟ مثلا المشروبات اللي فيها الكافيين، مثلا الشاي، القهوة، هي بتحرض السعال، بتحرض ارتجاع المري، وبالتالي هو بحد ذاته بيحرض التشنج القصبي والسعال. إحنا في عنا سعال غير مستجيب على العلاج، نرجع للقصة المرضية للمريض أو بالاستجواب، بنلاحظ أنه في عنده سطح حموضة أو حرقة، شو ما عطينا علاجات ما بيستفيد. ببساطة من جنبه هدول الأطعمة، بنعطيه حماية معدة، بيتحسن عنده سعال، بالتالي بتحسن. الحد بيأثر دكتورة؟ لأنه كنا بنعرف أنه مثلا إذا حد عنده ربو أو مرض تحسس بيقولوا له ما تكتر أكل حد أو بهارات أو توابل، لأنه بتزيد. صحيح. هلأ هي بآليتين ممكن، إذا عنده مشاكل بالمعدة بتحرض الارتجاع وبالتالي بتحرض التشنج القصبي، أو إذا البهارات بحد ذاتها بتحسس، يعني بتخلي في تخريج وبالتالي بتخلي المريض يسعل، لأنه هو يعني المري والحنجرة بجانب بعضهم إذا بدنا نحكي تشريحيا. أيضا الهواء البارد هو محرض يعتبر، يعني هلأ بفصل الصيف المكيفات الباردة هي بتحرض التشنج القصبي، وبفصل الشتاء الهواء البارد وفروقات الطقس يعني تحرض التشنج القصبي. لذلك دائما ننصح المريض أنه ما يكون في فرق بالجو. الروائح بتحرض؟ الروائح بشكل عام كلياتها، بلشنا بالدخان الأرجيلة بانتهاء بالعطور. في صعوبة لأنه يعني حتى المحاذير كتير كبيرة وقاسية للالتزام فيها. يعني لذلك هي الحساسية بالدرجة الأولى علاجها خط الأول الوقاية. يعني نحن كل شيء بنعرف حالنا بننزعج منه، بنتحسس منه، نبعد عنه، وبعدين نلجأ للعلاج الدوائي. طيب كمان خلينا نحكي دكتورة عن مرحلة العلاج. يعني في كتير ناس بتخاف تتعالج، لأنه بنعرف أنه أغلب هاي الأدوية بيكون داخل فيها مادة الكورتيزون. صحيح. ففي ناس تتضايق أنه أعراضه، وخصوصا أنه هو علاج مزمن، يعني هن مو شهر ورح يطيبوا، لا، هن مدى الحياة عم يتعالجوا بهاي الأدوية، يمكن شهر بيخف شوية دواء، شهر أكتر وما إلى ذلك. هل في طريقة آمنة اليوم للعلاج؟ هل في أدوية صارت موجودة تخفف من نسبة الكورتيزون، أم في طريقة للتعامل لحتى شر لابد منه بس نحن بدنا ناخذ الطريقة ما ننضر من سلبياته كتير؟ هلأ مو كل مرضى تشنج القصبي علاجهم بيكون بالكورتيزون، يعني نحن حسب سبب التشنج القصبي. ممكن يكون الكورتيزون إنشاقي ومؤقت إذا ما كان عندنا قصة ربو، يعني إذا كان مثلا تشنج قصبي تالي لإنسان فيروسي، فهون نحن بنعطي موسعات قصبية ونعطي كورتيزون إنشاقي اللي هو عبارة بيكون إما جلسات إرزاز أو بخاخات. وهي يعني فكرة الكورتيزون، يعني ما بدنا نخاف منها، لأنه هو حيكون تأثيره موضعي على الجهاز التنفسي فقط، ما له تأثيرات جهازية، يعني لا يسبب أمراض الضغط، لا يسبب أمراض السكري، لا يسبب بدانة اللي بيخافوا منها المرضى، ولا يسبب اعتماد مثل ما العالم عندها فكرة. هو ما بيعمل اعتماد، المريض عم يتحسس منها، عم يتحسن على هذا الدواء، وبالتالي اذا اجته هجمه حيضطر يرجع ياخده، لانه هذا هو علاجه
وليس لأنه هو اعتمد عليه. هلأ بالنسبة للحب رح يتاخد بهجمات الربو الشديدة، يعني بهجمة الربو الحادة هون الكورتيزون لازم يكون جهازي وفترة مؤقتة وليس بشكل دائم. يعني نحن بنعطي المريض علاج بالكورتيزون الإنشاقي كرمال ما نوصل لمرحلة يضطر ياخد الكورتيزونات الجهازية. لذلك فكرة الكورتيزون لا يخافوا منه، هو موضعي سواء كان بالأنف بخاخات أنفية أو على شكل بخاخ قصبي أو على شكل حتى جلسات إرزاز. وبالإضافة للموسعات القصبية ممكن نلجأ لمضادات التحسس اللي هي كمان بتساعدنا بعلاج الحالة التحسسية اللي عم يعاني منها المرض. يعني ذكرتي خلال حديثك دكتورة عم نحكي فعليا عن مرض مزمن، يعني بس تختلف طريقة العلاج حسب يمكن الشدة، يعني الشدة إذا كان خفيف الشدة أو متوسط الشدة أو قوي الشدة. العلاج الدوائي إذا ما نحكي عنه يعني دائما بنلاقي يعني هو دائما مرافق ولا كمان يختلف حسب شدة الحالة؟ هلا اذا انت عم تحكي ربو فهو اكيد بيختلف، لكن دائما الربو فيه كورتيزون انشاقي. الجرعه بتفرق، طريقه الاعطاء بتفرق، هل هو عند اللزوم او هو بشكل دائم. اذا عم تحكي مثلا سي او بي دي انسداد رئوي، هون الموسعات القصبيه هي الاساس بالعلاج وليس الكورتيزون الانشاقي. الكورتيزون بنلجأ له بمراحل متاخره لما بصير مريضي دائما عنده هجمات او عم يعاني من هجمات متكرره، فبالسي او بي دي علاجه غير علاج الربو. اذا عم تحكي انت بعد انسان فيروسي فقط العلاج لحتى تزول الاعراض وما عاد في داعي ناخذ العلاج ابدا. اذا عم تحكي بوقت التحسس فممكن نعطيه فقط بالشهور اللي بتحسس منها المريض وبعدين مراقبه فقط بنلجأ للعلاج اذا رجعت له الاعراض. فهو حسب المرض، يعني علاج ما راح يكون بشكل دائم الا اذا صحيح. كان مريض عنده مرض مزمن مثلا ربو، يعني حتى التحسس صح هو تخلق مع المريض او مثلا تجي بشكل مكتسب فيما بعد، لكن مو شرط يكون علاجها بشكل دائم. حتى لما نقول الناس تصاب بالحساسيه يعني بتلاقيها بشكل دائم، حتى لو التزمت بهي نحن عم نحكي عنها المحاذير والادويه، التحسس حاله استثنائيه بشكل دائم. صحيح. يعني بتلاقي في توصل لمرحله الربو يعني بالبدايه بتلاقي في حساسيه مع علاج دوائي، بتلاقي صحيح. حتى دائما بالمحيط في حدا من العيله لازم يكون في عنده هي الحساسيه. فلهيك عم نركز عنها لانه هي بعض القصص والتفاصيل الصغيره اللي ممكن فعليا تاثر، حتى هو يعني نفسيا بتلاقي ما انه مرتاح، يعني بتبدل الفصول حتى عيونه بتدمع، بتلاقي بتحسس من اي شيء، عم يعطس محرج بيكون سيلان الانفي اللي عنده. صحيح. ويعني لهيك نحن بنقول للمريض انه لا يخاف من مراجعه الطبيب لانه بيخاف من الكورتيزون، بالعكس لما بيلاحق القصه من اولها ما بتزيد. يعني حتى لما بيلاحظ حدا من العيله انه في شيء بيشبهه، يعني مثلا اخوه مثله ابنه مثله، لانه هي الحساسيه يعني مرض ممكن يكون عائلي ممكن يكون وراثي. لذلك يعني لما بنلحق القصه من بدايتها ممكن ما توصل لمراحل متقدمه وما نضطر ناخذ علاجات شديده. طيب دكتوره احيانا بتظهر الحساسيه بعمر متاخر. صحيح. يعني بيكون هو كل عمره ما عنده مشكله من شيء، فجاه بعمر معين بنصير عنده بنلاقي هي الاعراض وبصير عنده هي الحساسيه وبكتشف انه هو بيتحسس. طب هل في مؤهبات؟ يعني اليوم نحن بنقول في اشخاص عندهم قابليه انه هن ينصابوا بحساسيه اكثر من غيرهم. طبعا هلا القصه العائليه بتلعب دور، لما بيكون في عندنا حدا بالعائله عنده مشكله تحسسيه لو اجت الحساسيه عند الاشخاص اللي بيقربون على بعمر متاخر فهني عندهم استعداد. الجو يلي بيشتغل فيه المريض في شيء بنسميه ربو مهني، بيكون المريض عنده اعراض بمجال عمله بس يرجع على البيت او بالعطله بيكون مرتاح، فالجو اللي بيشتغل فيه كثير له دور بياثر عليه. يعني بعض المهن تؤثر. صحيح صحيح. في شيء اسمه ربو مهني مثل اللي بيشتغلوا بدهانات يمكن او بيشتغلوا بالطباعه الخشب نشاط الخشب النجار، هدول المواد كلها بتاثر عليهم. طبعا طبعا عاملي البناء هدول بتاثر عليهم. مثل ما قلت لك الأدوية، يعني في مرضى كل عمرهم بيقضوا ما عندهم مشاكل، بياخذوا مثلا دواء للضغط بصير ما عندهم ضغط، بياخذوا دواء للضغط بيلاقوا صار في سعلة 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 كل الوقت، فبيكون الدواء هون هو المسبب بإيقاف الدواء بيتحسن المريض. طيب دكتورة بالختام بعض النصائح هيك لكل الناس اللي عم تتابعنا، شو ممكن أهم النصائح نحكيها لإلهم؟ هلا ذكرتوا انه ما يخافوا الاطباء المرضى من مراجعه الطبيب لما بتظهر عندهم، ولا يخافوا من فكره العلاج او الكورتيزون الانشاقي. يعني حتى بنلاقي المرضى بيرجعوا ملتزمين بالبخاخ الموسع القصبي وتاركين بخاخ الكورتيزون لانه بيخافوا منه، بالعكس هو امان لهم وهو وسيله لحتى ما تتطور حالتهم. بهذا الجو قدر الامكان نحاول نلبس كمامه، الاشخاص اللي بيعرفوا حالهم بيتحسسوا يلبسوا كمامه لانه هي ايضا وسيله حمايه. بجو المنزل قد ما فينا نكون ما عندنا
ملوثات، ما عندنا تدخين، ما عندنا أرجيلة، يعني نحرص على الأطفال ونحرص على الكبار، ما نستخدم كثير معقمات، عطور قدر الإمكان نحد منها، وننتبه لأغذيتنا ونلتزم بالتعليمات. صحيح. يعني دكتورة نوار بدنا نشكر وجودك معنا، وإن شاء الله نكون قدمنا شوية معلومات لكل الناس يلي بتتابعنا. نحن نعتبر أنه نحن عم نعطي عيادة أو استشارة مجانية، بس أكيد الذهاب لعند الطبيب هو أساسي، لأنه كل شخص حالة مختلفة بحد ذاته. شكرا لك. شكرا لكم، شكرا لبرنامجكم يلي دائما بيحمل فقرات حلوة ومتنوعة. شكرا لك ولوجودك معنا.